للوقوف أكثر حول آخر تطورات المتعلقة بالتوتر داخل الضفة الغربية ينضم إلي مراسل اي 24 نيوز من مدينة رام الله فراس حسن. مرحبا بك. بداية فراس، ضعنا في آخر التطورات وأيضا آخر الأنباء التي تتحدث لربما أيضا عن وساطة قطرية في هذا الملف، هل من أنباء من طرف الجانب الفلسطيني في هذا السياق؟ نعم أدهم، بالفعل خيم الهدوء الحذر على معظم مناطق الضفة الغربية اليوم باستثناء منطقة جنين التي شيعت شابا توفي اليوم كما ذكرت متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في جنين الثلاثاء الماضي. تشييع الشاب تم وسط إضراب وحداد عما مدينة جنين ومخيمها، وبالقرب من قرية سنجل أيضا كان هناك إصابات في متفرقة في سيارات وحافلات المستوطنين. في باقي الأراضي الفلسطينية اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين بينهم فتاة تحمل سكينا اعتقلها الجنود على حاجز الجيب العسكري شمال غرب مدينة القدس. وقد يكون عام 2022 كما نوهت الأعلى في حالات الاعتقال 4200 حالة اعتقال في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري بينهم 607 فلسطينيين خلال شهر آب المنصرم. القوات الإسرائيلية أيضا كثفت من إجراءاتها الأمنية في محيط المدن والقرى الفلسطينية خصوصا مدن جنين ونابلس ورام الله بزيادة عدد الحواجز العسكرية وزيادة عدد الجنود على المعابر الرئيسية بين المدن الفلسطينية. مصادر خاصة أدهم كشفت لنا أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا لم يكشف عن اسمه زار مقر رئاسة السلطة الفلسطينية السبت والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتأتي الزيارة وسط حديث إسرائيلي عما يسمونه ضعف السلطة الفلسطينية كما نوهت في مواجهة تنامي المجموعات المسلحة وسبل تعزيز قواتها. وجاءت الزيارة بعد يومين من لقاء فلسطيني إسرائيلي غير معلن شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين لبحث المسائل الحياتية في الأراضي الفلسطينية. في المقابل السلطة الفلسطينية أدام تتعرض إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية من أجل قمع السؤال عندما نتحدث في العنوان الأبرز نقلا عن صحيفة هآرتس بأن يعني إسرائيل تحاول ممارسة الضغط على قطر أن تمارس الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. عندما نقول قطر هناك من يربط في إسرائيل ذلك أولا بعلاقاتها مع حركة حماس، ثانيا لربما بعلاقاتها المتينة مع الجانب الإيراني الدعم للجهاد الإسلامي، هل فعلا يعني هذا لربما إشارة بأن قطر قد تدخل أيضا على خط الوساطة في الضفة الغربية بين الفصائل الفلسطينية المدعومة أو لربما التي تتلقى الدعم من قطر في هذا السياق؟ نعم أدهم، الحديث يدور هنا في الضفة الغربية عن تدخلات كثيرة، منها تدخلات مصرية، كان أيضا هناك في زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر يوم الاثنين الماضي أيضا، وتدخلات أردنية أيضا، التقى اليوم وزير الداخلية الفلسطيني زياد هبالريح بالسفير الأردني في رام الله، وأيضا كما نوهت تدخلات لربما تكون هناك أيضا قطرية في هذا الشأن. وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قال في تصريح له أن إسرائيل تدعي أنها تريد تقوية السلطة الفلسطينية لكنها في الحقيقة تعمل على العكس من ذلك. السلطة الفلسطينية اقترحت على إسرائيل وقفا متبادلا للخطوات الأحادية، أحادية الجانب مثل وقف اقتحامات المدن لخمسة شهور مبدئيا، إلا أن إسرائيل رفضت. إسرائيل تحاول دفع أجهزة الأمن الفلسطينية إلى تنفيذ حملات اعتقال ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في منطقتي جنين ونابلس لمنع تصعيد واسع في الضفة الغربية. جزيل الشكر مراسل اي 24 نيوز، عذرا منك لضيق الوقت فراس حسن، كنت معنا من مدينة رام الله.